بيو كاتون ديزي شكوتو شنو شي روح شنو بس يمر بس غير Thank you.
لأن بسم الله الرحمن الرحيم المتابعين صحان سبورت نادور. إذا انطلاق الجولة الثانية اللي كتلعب هنا بملعب مولاي الشهيد كما قلت بين فريق فتح النادور ووداد قلعة السراغنة. كما يعلم الجميع الجولة الأولى انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله. بعض اللحظات يعني كتستأنف الجولة الثانية يعني الكل يعني الجماهير الفتحية يعني كتطالب يعني الفريق يعني بخلق محاولات وتسجيل هدف هدف الفوز. مرة متابعين كن غي تابعنا اللايف صفحان سبورت نادور مرة وكن خزان دي النقلة المباشرة نقارسنا كن غا بارتاجان كرة للاعب كوناتا كيرجعها للوراء اتجاه اللاعب كارابيلا. اتجاه اللاعب كارابيلا كارابيلا مع مردي. التعادل كما قلت صفر لمثله. لحظات يعني كرة كتلعب على فتح النادور دائما الكرة عند مرديد. مرديد كيلعب الكرة ديالو ما كتمشيش للمروة ما كتوصلش جمال مروان. كرة عند بوبوح 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 فين في التماس اتجاه كيلعبها مع كوناتا. بوبوح الكرة ديال بوبوح كتخرج التماس. محاولة لصالح فريق شباب عفوا وداد قلعة السراغنة كتلعب كرة كوناتا كتحاول تدخل كتمشي كرة خطيرة لفريق قلعة السراغنة يخرجها مرديد للتماس. التماس دائما لصالح فريق وداد قلعة السراغنة. كيتلعب في التماس كيتلعب التماس خطأ أو تسلل ربما أحد لاعبي فريق قلعة السراغنة. حكم يعني كيصفر تسلل ضد فريق قلعة السراغنة غيتنفذ بوسيطة لاعب كارابيلا. كارابيلا دائما اللي غيرفع كرة طويلة يعني كرة غترفع طويلة بوسيطة لاعب كارابيلا كيلعبها طويلة في اتجاه لاعب رضا ديوان. رضا ديوان رضا ديوان ما كيتمكنش من الكرة دائما كرة فتحية الجهة اليمنى. بوبوح دائما الكرة خطيرة لقلعة السراغنة محاولة خطيرة مرديد بسرعة عند مع أحد المهاجمين كيدخل مع روحه يدخل مرديد بطريقة جميلة وكيبعد الخطر دائما الكرة ولكن الكرة رجعت لاعبي فريق قلعة السراغنة. محاولة دائما لاعبي فريق قلعة السراغنة يعني كيحاول يخلق محاولات كما قلنا
الجولة الأولى فريق العدس السراغنة اللي كيحتل الرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة، يعني فريق قوي، فريق يعني محترم، فريق حقق نتائج إيجابية هذا الموسم في القسم الوطني هوات، في حين فريق فتح النهضر كيحتل الرتبة السابعة برصيد 9 نقاط. يعني الانتصار يعني مهم جدا لفريق فتح النهضر في هذه المقابلة، يعني الكل يعلم قوة فريق قلعة السراغنة، لكن الجماهير الفتحية ولا لاعب فريق فتح النهضر يعني عازمين باش يخرجوا بثلاثة نقاط في هذه الأمسية. قدفة قوية لكن كيدخل كارابيلا بسهولة، أحد لاعبي فريق فتح النهضر ساقط على الأرض، كارابيلا غيخرج الكرة، سقوط لاعب المدافع فريق فتح النهضر رشيد مردي. كنتمناو الإصابة ديال اللاعب رشيد مردي تكون إصابة خفيفة. لوحات فنية كيخلقها الجماهير الفتحية أو الفصيل المساند لفريق فتح النهضر فريمان، كيخلقوا هنا لوحات تشجيعية رائعة بملعب مولاي رشيد بمدينة العلوي. قبل ما تستنف المقابلة ريثما غادي تلقى لاعب رشيد مرديد الإسعافات. بارتاجا ما كاين غير الجولة الثانية زي مباراة فريق الفتح الناظوري وودد قلعة السراغنة، يعني بارتاجا ما كاين يعني القارة ومارة وكاين غير تبع عن النقل المباشر كاين بارتاجا اللايف بارتاجا ما كاين. نتمنى مارة زو كاين غير خصان اللايف المباشر ديال سبحان سبورت ناظور هذا غيعاونا سو بارتاجي المشاركة حماة ديك عذال ابارتاجي لي كومونتير وراوني زكواغن الى مره تساهمن يعني هذه قاعد اللايف ودي بان دام زوارو بالون غا فريق فتح النهضر كره ديال كارابيلا في اتجاه سليمان كيتمكن من الكره كيلعبها مع الهلالي الهلال اش غادي يعمل كيراوغ الهلال مازال محافظ على الكره ولكن الكره ديال الهلالي كيدخل احد المدافعين وكيخرجها تماس تقرب شويه تماس لصالح فريق فتح النهضر الكره دائما عند مجدي مع الهلالي كيتقدم بالكره كيراوغ الهلالي كيواصل المراوغه ديالو كيدخل احد المدافعين كيعرض له الحكم كيعلن ضربه خطا لصالح فريق فتح النهضر كره خطا لصالح فتح النهضر من تنفيذ لاعب مجدي غينفذ الخطا مجدي غيرفع كرة طويلة محاولة خطيرة فريق فتح النهضر جمال مروان ما كتمتش بالرأسية ديالو كترجع للمدافعين فريق فتح النهضر عفوا فريقين قلعة السراغنة كرة سهلة في يد حارس قلعة السراغنة تعادل سلبي صفر لمثله المزيد من الجهد من لاعبي فريق فتح النهضر إلا بغاو يوصلوا مرمى قلعة السراغنة بانتظار يعني ما سيقدم عليه نور الدين يادرين من تغييرات في تشكيلة الفريق محاولة لقلعة السراغنة يرفع كرة طويلة اتجاه كارابيلا كيرفع كرة بدوري أيضا كرة يعني كيشد كرة فقط كترجع دائما لفريق قلعة السراغنة دائما كرة ديال قلعة السراغنة كيضيعوها لاعبي فريق فتح النهضر يعني سهلوا عليهم مأمورية باش يبنيو الهجمات يعني على لاعبي فريق فتح النهضر التركيز والحفاظ على الكرة أكبر وقت ممكن يعني هذا اللي يقدر يأثروا به على فريق وداد قلعة السراغنة التعادل صفر لمثله كنلعبوا الدقيقة التاسعة تعادل صفر لمثله مرديد يلعبها مع مروان الكرة ما كتمكنش منها ما هي التغييرات التي سيقدم عليها نور الدين يدري كاين ميمون حمديوي كاين جبريل كاين مجموعة من لاعبين تسخينات رضا ديوان لكن الرأسية ديالو سهلة في يد الحارس كاين الظاهري كاين بونو مجموعة من التغييرات غادي يقدم عليها المدرب يدري
كرة في وسط الميدان لصالح قسم التادلة، لكن الكرة ما كتمكنش منها اللاعبين فريق عفوا قلت الوداد قلعت السراغنة، كتخرج كرة لتماس، تماس بوسيطة اللاعب بوبوح غيلعب تماس مع جمال مروان كرة ديالو كتمشي تماس أيضا لصالح فريق وداد قلعت السراغنة، كرة دائما لصالح فريق الوداد، كيدخل كوناتا كيخرج الكرة ديالو للتماس أيضا، دائما الكرة في التماس، شفنا تقريبا أربع كرة التماس في لحظات قليلة، يعني الكرة ما كتلعبش بزاف في وسط الميدان، كرة كترفع كيدخل بوبوح تماس مرة للفتح ومرة لقسم التادلة، هاد المرة للفتح ينفدو بوبوح كيلعب التماس ديالو، بوبوح مجدي كرة يعني سيرة بين بوبوح ومجدي، كتمشي لكوناتا كيلعبها مع مروان جمال كيلعب كرة جميلة في قلب دفاع يعني فريق الخصم، ولكن ما كاينش رضا ديوان، كوناتا كيحافظ على الكرة ديالو، كيمشي بالكرة كيدخل واحد اللاعبين كيخرجها تماس لصالح فريق فتح الناظور، كتلعب بسرعة كوناتا كيلعب تماس بسرعة، كرة دائما فتحية الهلالي ما كتمشي الكرة، حمداني مع كارابيلا كتمشي دابا رشيد مرديد كيلعب كرة ديالو بطريقة جميلة، كيرفعها كارابيلا لمروان، مروان كيرتكب خطأ، الحكم كيعلن خطا لصالح فريق قسم التادلة، لاعب قسم التادلة سقط على الأرض، تلقى الإسعافات الأولية، تمناو الإصابة ديالو تكون خفيفة، تدخل مدرب فتح الناظور نور الدين يدرين من أجل يعني الإسعاف، لاعب قسم التادلة هي الروح الرياضية اللي بغينا نشوفوها في الملاعب، المنافسة كتكون على الجلدة، ماشي في المدرجات، كرة الكوناتي. كوناتا مجدي كيرفع كرة لسليمان كيتمكش منها سليمان الهلالي مراوغة ديالو ما كيتمكنش منها سليمان عند مجدي عند الهلالي عند مروان جمال الهلالي مجدي سليمان ولكن الحكم كيعلن الخطأ ضد لاعب سليمان السقلي عميد فريق فتح الناظور لاعب سابق لفريق وفاق الزنغان بارتاجا من اللايف ويقعد يقعد اللايف ما يمكن تبارتاجي مشى بارتاجا مرة ولكن غيتبع عن النقل المباشر هذا غيعاون سبارتاجي غيعاون المشاركة المنشور كان شوية مورا ونزكواغن تفاعل ثكينة نزل التفاعل من المتابعين صحان سبورت ناظور والعاشقين للرياضة الناظورية كرة لصالح فريق قسم التادلة كيدخل كوناتا مجدي في وسط الميدان مجدي كيضيع الكرة كترجع الوداد قلعت السراغنة كرة خطيرة مراوغة داخل كيراوغ مداومو محاولة خطيرة لقلعة السراغنة ولكن الحارس كارابيلا كيدخل بطريقة جميلة وكيبعد الكرة كرة فتحية سليمان كيراوغ في وسط الميدان سليمان محافظ على الكرة ديالو التمريرة ديال سليمان بعيدة على بوبوح لكن الحكم كيرجع للكرة كيعلن خطأ لصالح فتح الناظور بارتاجا العدد التواريخ ديال اللايف وهذا يعشي مشى بارتاجا 100 اوريدا ديوان ما كيتمكنش من الكرة كتمشي سهلة في يد الحارس 100 فروج دروز بارتاجا 100 واحد مركن 100 بارتاجي الدور ارفي غيتفرج بارتاجا صنع
ينبغي لا يمكن خبيله وقع بارتاجي يمكن دسوم دي يعني شو تجيبو يعني تفسر خوام يعني تفسر كنيو إنما قاغو ما تبارتاجام يعني من أجل تشجيع الصفحة إنك تستمر وتمشي رجاء وتسلمي لأن أعداء النجاح أعداء الفشل موجودين لذلك ورق توت جنبوينا خان غفطان عاون فنقص المشاركة عاون فنقص بارتاجي حما توجد الساحة لخدمة الرياضة النادورية والمحلية كرة كترفع طويلة رياضة ديوان سليمان ما كتمكنش منها حتى واحد فيهم وكترجع الكرة لقلعة السراغنة الحمداني كيأمن على الكرة مجدي الهلالي وسط الميدان فريق فتح النادور خصو يخدم شوية كيبان لي يعني وسط الميدان ديال قلعة السراغنة هو الأفضل مروان جمال غيعمل مروان جمال محافظ على الكرة حكم كايس قلت خطأ واش هذا الخطأ هو اللي غيجيب هدف تقدم فتح النادور خطأ لمروان جمال على الجهة اليمنى يكون غينفذ الخطأ دائما مروان جمال وراء الكرة كرة لصالح فتح النادور مروان جمال كرة ربما غتعطينا الجديد في هذه المقابلة كتنفذ من مروان جمال مرديد ولكن رأسية مرديد مشت يعني بعيدة حكم كي على الخطأ ضد لاعب مرديد خاصنا نبارطاج انا ومبادر الى سنغكل يلا 61 بارطاجي اللايف تفرج انت تازي ميان ودان 61 بارطاجان معليش قرشين ربما رنشين مرانو فا محاوله خطيره رضا ديوان ولك رنشين يعني مرانو فا ودان وكيل خط في عيلن سي بود عن سبد من خرجت انت معايا اصلا انت معايا ذا خوالوه تصنو ذان قطس يعني نودان يعني الحق الدين نودان يزرع الفتنه قامت بالله سبورت نادور قطف 5 مليون دعم ديال البلديه نودان يزرع يعني خارق ديال الشارع تاريخ خاص نستازر من سبورت نادور قاغسن زاد شن حشت النغني تبع فات قبلون ضد تسخو ان لا تشرفون يعني غتشجعم يجي الفريق يعني بحجم فريق الى النادور فريق الى النادور وتجيبو شي مكان فريق الى النادور خصي في الاوتور خصي في وداني غران وداني تكون دبلوماسيه وداني يستنى لي السيورن لان الفريق هو يجي نسم ضم قران يجي الفريق ضم قران داني تا دي اقليم النظر اني قان قنت 5 مليون القارس هو تيوغ النظر كيوم تنفع مية بارتاجي حتى انا غنمية بارتاج بارتاجي النار خويا ماني غاديش بارتاج بارتاج هذا كاين النقلة المباشرة ما يمي لان يتأخى في خمين يتفقوا ذا وكيل تفعيلا قاغس حاب قيم غير نشدير قهوة في اللايفة النغري موجودة في فارج محاولة خطيرة لقلعة السراغ خطيرة جمال مروان لكن الحكم كي ما كاين يعني بعد سقوط جمال مروان كيطالب ضربة جزاء الحكم يعني ما صفرش ضربة جزاء كيواصل اللعب حوالة لفريق قلعة السراغنة كيدخل جا الهلالي كيلعب بالنار الهلالي تم قدفة قوية لكن قدفة ما كيتمكنش منها يعني صالح الهلالي يعني ارتكب خطا فادح امام مرمى كارابيلا بارتاجام الاخوان بارتاجام وما بارتاجام
نحيا محمد والقاضي لاعب فريق الهلال الرياضي الناظوري لكرة اليد. بارتاجا محاولة خطيرة قلعة السلاغنة كيرفع كرة طويلة ولكن كيدخل بوبوح. بوبوح دائما في صراع على الكرة مع لاعبي فريق قلعة السلاغنة، لكن لاعب رقم 13 لفريق قلعة السلاغنة الكرة ديالو كتمشي فوق مرمى الحارس كارابيلا، ضربت مرمى صاد المتر 50 لصالح فريق فتح الناظور. يعني مازال ما شفناش فريق فتح الناظور، يعني مازال فتح الناظور ما خلقش يعني محاولات اللي تقدر تخليه يعني متقدم في نتيجة لحدود الصراحة الدقيقة 20. فتح الناظور متعادل بصفر لمثله مع ضيفه وداد قلعة السلاغنة. الهلالي كرة ديالو عند بوبوح. بوبوح كرة كيرفع كرة ولكن كتصطدم بالمدافعين وكتخرج. ركنية ركنية لصالح فتح الناظور. تغيير في صفوف فريق الفتح الناظوري. دخول الطاهري اللاعب السابق لفريق شباب الحسيمة. دخول الطاهري مكان اللاعب بقاو معانا نشوفو كان اللاعب كوناتا كيخرج وكيدخل الطاهر. أول تغيير في صفوف فريق فتح النظر. التغيير كان في وسط الميدان، المدرب يدرين بغي يحرك شوية وسط الميدان. تغيير ثاني في صفوف فريق فتح النظر. خروج الهلالي ودخول اللاعب ميكايل مهاجم رأس حربة وخروج الهلال. تغييرا يعني فريق لصالح فريق فتح النظر. ركنية دائما اللي غينفذ هذه المرة الطاهري هو اللي غينفذ الركنية. تقرب شوي بارتاجا ما كاين غير الاخوان زبامي بدا بارتاجا قاعد خصوص 5 بارتاج 135 5 بارتاج نوزو 135 بارتاج. الطاهري غتنفذ الركنيه. الطاهري خطيره رضا ديوان ما كيتمكنش منها، ميقسيه ديالو سهله وكترجع محاوله مرتده لصالح فريق قلعه السلاغنه. محاوله مرتده معاذ الكرة عند فريق السنانة. كيدخل بوبوح كيمشي بوبوح كيمرر كيدخل احد اللاعبين. هاد التدخل يعني كيستلزم انذار. كانت هجمة مرتدة، الحكم يعني ما عطاش الانذار اللاعب اللي دخل على بوبوح. بارتاجا ما كاين غير المتابعين، بارتاجا ما كاين 140 مشاهد زو زار مرة وتعقيز تشا يتمثل غير غير فارغ سبحان سبورت ناظور بوي بحق ميمي السوارة خو بارتاجي ميم 140 تفرج يلا 65 بارتاجي مش تعجيبة هي مرة وإذا يتفرج هذيك بارتاجي أمو كيغش إوا حاور تيش ما خميش يلا بارتاجي. سي جمال ترك يعني مرات 24 دقيقة كندخلو 25 دقيقة على انطلاق الجولة الثانية. تعادل السلبي كما كيعرف الجميع صفر لمثله. مقابلة متوقفة الحارس فريق قلعة السلاغنة يعني مصاب. نستغلوا هذه الفرصة أيضا باش نذكروا المتابعين ديالنا يبارتاجيو معنا. بارتاج Let's go.
ونزو غادي نوض 200 بارتاجي، غا 200 بارتاجي الله يجعل شي بارك. هما تبادر التحيه دائما تفاعل نش الاخلاص نش دائما سبحان سبورت نادور ماري فاتن غير نتبع سبحان سبورت نادور. وتخيق تشاخ مليون بقى بارتاجي تفرغ مزيان لايف معليش واخا هاد الكيم بارتاجي قيمتها كاينه يكفي انه قد تبع معنا تفرج مزيان. ولكن مرض بارتاجا مع الحسن. إذا الكرة كتلف في ضربة خطأ لصالح فريق فتح الناظور. كرة ديال الطاهري كتمشي ركنية، لكن الحكم يعني قال ما قاسها حد وكيصفر، كيمنح فريق وداد قلعة السراغنة ضربة مرمى. 5.50 لصالح فريق قلعة السراغنة. مروان جمال كيمرر لبوبوح، بوبوح غيهز كرة طويلة باتجاه رضا ديوان، ما كتوصلش رضا ديوان وكيتمكن منها الحارس. فريق فتح الناظور بدا يخدم على الأطراف، بدا يعني يخلق محاولات على الجهة اليمنى واليسرى سليمان ومروان جمال، ولكن دائما الكرة ديال فريق فتح الناظور ما كتشكلش الخطورة اللازمة على مرمى قلعة السراغنة. يعني كنطالبوا يعني من اللاعبين يعني يواصلوا المجهود ويمارسوا ضغط أكبر. او محاولة خطيرة سليمان، سليمان مازال الكرة عند سليمان لكن كتخرج التماس، التماس لصالح فريق قلعة السراغنة. كما قلت خص لاعبي فريق فتح الناظور المزيد من الاجتهاد ومزيد من الضغط على مرمى قلعة السراغنة من اجل افتتاح حصة يعني انتصار مهم جدا. جوج د الماتشات فريق فتح الناظور ما انتصر فيهم. يعني محاولة سليمان، سليمان الكرة ديالو الجميلة في اتجاه جبريل ميكايل عفوا. مروان جمال رضا ديوان سليمان، سليمان كيقدام عند صح لوحات فنية بين جماهير فريق فتح الناظور. كرة عند سليمان، سليمان ميكايل طاهري، طاهري كيراوغ، طاهري كيبدل الكرة عند بوبوح كيطلب الكرة الأول. بوبوح مجدي، مجدي بوبوح طاهري لاعب السابق لفريق شباب الريف الحسيمة. مار كنلعبوا الدقيقة 29، تعادل 0-0 ليميت، التعادل السلبي 0 ليميت ليه. مباراة فتح الناظور وداد قلعة السراغنة اللي كتجرى هنا في ملعب مولاي رشيد راس الدورة السابعة. مباراة اللي كتمشي للتعادل، كنتمنى من لاعبي فريق فتح الناظور يبذلوا جهد أكبر فيما تبقى من دقائق، بقات 15 دقيقة على نهاية الجولة الثانية. كرة عند الطاهري، الطاهري بوبوح ميمون دخول تغيير ما شفناش في صفوف فريق فتح الناظور، دخول ميمون الحمديوي وخروج سليمان السقلي. إذا كما قلت تغيير الثالث في صفوف فريق فتح الناظور، دخول ميمون الحمديوي وخروج العميد سليمان السقلي.
كنتمنى من ميمون الحمديوي يعطي إضافة للزملاء ديالو فيما تبقى من الجولة الثانية. كرة عند الطاهري. الطاهري جمال مروان في وسط الميدان. جمال مروان كيلعبها مع الطاهري. رضا ديوان، رضا ديوان ما كتمشي الكرة، يخرجوها اللاعبين ديال قرعة السلاغنة للتماس. كرة عند الطاهري دائما. طاهري مشتي، مشتي حمداني، حمداني كيرفع كرة طويلة في اتجاه جبريل، جبريل ميمون، 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 كرة عند ميمون حمديوي، يلا يا ميمون، تمريرة ميمون في اتجاه جبريل خاطئة. كرة طويلة في اتجاه رضا ديوان. بقات غير المقاسيات في ديك البلاصة مروان جمال، يعني سجلتوا الهدف، بقى غير الزواق، يعني على لاعبي فريق فتح الناظور، يعني أخذ المباراة بجدية، فريق يعني فريق اللي ثلاثة دورات ما حققش الانتصار، ما أحوج فريق الفتح لثلاث نقاط. محاولة ميمون حمديوي، روح ميمون، ميمون يروق، ميمون حب على الكرة تدخل، تدخل قوي في حق ميمون. الحكم له رأي آخر، حكم يعلن التماس لصالح قلعة السراغنة. ميمون برديت، برديت في صراع مع أحد اللاعبين على الكرة، يسترجع الطاهري. طاير التمريرة ديالو عشوائية وخاطئة بدون عنوان، بحال يعني كنشاهدوا يعني مباراة يعني ماشي في القسم الوطني هواة، يعني اللاعبين يتحملوا شوية مسؤولية ويلتزموا شوية مع فريق فتح النظر. بوبو، بوبو كيمشي بكرة، بوبو التمريرة ديالو لميمون ما كتوصلش، كيخرجوها اللاعبين فريق قلعة السلام التماس، التماس دائما لفريق فتح النظر. كرة جميلة في اتجاه بوبوح، محاولة فريق فتح الناظور، بوبوح كيرفع، كتصطدم بالمدافع وكتخرج التماس. التماس كيتلعب بوبوح، بوبوح كرة سرغنية، سرغنية محاولة مرتدة، دائما كرة عند فريق قلعة السراغنة كيمشيو بالكرة. كرة دائما لفريق قلعة السراغنة كتمشي طويلة، كيدخل الحمداني بطريقة جيدة جدا، كيبعد الخطر للتماس، التماس لصالح فريق شباب قلعة السراغنة. خمسة وسبعين بارتاجي، 170 متشاف متفرج، بقاو 100 ما داروش بارتاجي. جبريل ميكايل طايح على الارض، كرة قطفة قوية، قلعة السراغنة بارتاجا، بارتاجا، بارتاجا من يقيم منزل الجولة الثانية، بارتاجا من يقيم منزل الجولة الثانية. رضا ديوان، رضا ديوان لمروان جمال، مروان جمال خلى الكرة اللاعب ديال السراغنة ومشى، سير عند الكرة، خذ الكرة، ما تمشيش بلا كرة. طاهري، طاهري الحمديوي، الحمديوي تدخل على الحمديوي، ضربة خطا لصالح فريق فتح الناظور. ضربة، ضربة خطا لصالح فتح، لصالح فتح الناظور. كنتمنى هاد ضربة خطا يعني استغلوها لاعبي فريق فتح الناظور بطريقة جميلة وجيدة.
غتنفذ ضربه خطا بسيطه لاعب الطاهري. يعني كنتمنى كره الطاهري تكون تعطي الجديد. كترفع كره طويله وما كيتمكنش منها مرديت، كيبعدها الحارس. مازال كره فتحيه الطاهري. بارتاجا بارتاجا بارتاجا. بالنسبه للايف النقل اللايف هلال الناظور، يعني لحد الساعه يعني ما بان السي بن عيسى. تحيه السي بن عيسى هربال. ايوا السي بن عيسى خير خو كاين غدا يودانا موضي يودانا مو. معليش السي بن عيسى مارد فيه. طاهر طاهر كره بوبو. مباراه هلال الناظور وويداد صفرو، ما عرفناش شكون غادي ينقلها. ان شاء الله نتمنى كانت تمشي للحارس سهلة. كنلعبوا الدقيقة 36 36 تعادل صفر لمثله. لعبنا 36 دقيقة على بداية الجولة الثانية، تعادل صفر لمثله بين فريق فتح الناظور وإذا تقلعت السراغنا. مروكين غادي يلتحق نزيل اللايف يعني ديال اللحظات الاخيره. كاين غير بارتاجا. محاوله خطيره لشباب لوداد قلعه السراغنا. بناء هجومي كترفع كره طويله كيدخل الحمداني. بوبوح بوبوح ما نعرفوش بوبوح كيغامر ماشي تما كيروغو. الا ضاعت الكره غتمشي خطيره القصب القلعه السراغنا. كنلعبوا دقيقه 82 تعادل صفر لمثلين. محاوله لمروان جمال. مروان جمال ريدا ديوان، لكن قذفت ريدا ديوان كتمشي محاديه لمرمى الحارس. ابرز محاوله لحظات الاخيره الدقائق الاخيره من مباراه الفتح والوداد قلعه السراغ. الظاهري في وسط الميدان. خطا لصالح فريق فتح الناظور. ديال الكام خطا في حق اللاعب الطاير على فريق فتح الناظور. الضغط على مرمى قلعه السراغني من اجل الوصول الى المرمى. ما بقاش الوقت بزاف، تقريبا بقات 7 ولا 8 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. طاهر طاهر كيرفع كره اتجاه اللاعب جبريل ديوان. بعيده بعيده بعيده، ما كانش يعني ما كانش تقارب بين مهاجمي فريق فتح الناظور. تقريبا وصلنا للدقيقة 40 من الجولة الثانية. تعادل سير بصفر لمثلين. كرة فتحية. ميمون حمديوي. تمريرة شبيلة ميمون حمديوي لمروان جمال.
لكن مروان جمال القذفه ديالو كترداد من المدافع وكتخرج ركنيه. ركنيه من تنفيذ ميمون الحمديوي. ميمون الحمديوي كان في الركنيه. اوي محاوله خطيره. ميمون الحمديوي دائما وراء الكره. ركنيه لصالح فريق فتح النهضور كتنفاد. يا ميكائيل. يا ميكائيل. يا ميكائيل. ركنية أخرى. ميمون حمديوي. ميمون حمديوي جدي طاهري. طاهري كرة جميلة باتجاه ميمون. عيدة على ميمون كتخرج صدر متر وخمسين لصالح فريق الفتح. رجعوا للمقابلة. غتنفذ ضربة مرمى. صالح قلعة السراغنة كتنفذ. ويلا جا اللاعب الطاهري. الطاهري كيلعبها مع ميمون. يلا يا ميمون. ميمون عنده الكرة. ميمون مازال محافظ على الكرة. ميمون محافظ على الكرة. شنو عمل ميمون؟ ميمون كيراوغ. ميمون ما كيتمكنش من الكرة ديالو. كترجع لفتحية كارابيلا. كارابيلا هرم. بوبوح كيتمكن من الكره. لاعبي فريق فتح النهضور كيرجعوا بزاف للوراء. خطا لصالح الفتح على صالح. غينفذوا اللاعب طاهر. دقائق معدوده على نهاية الجولة الثانية. كنلعبوا تقريبا 42 43 دقيقة. ما بقاش بزاف ديال الوقت. جوج دقائق تقريبا على نهاية الوقت الأصلي من الجولة الأولى. تعادل دائما كما قلت التعادل السلبي صفر لمثله بين فريق الفتح ووداد قلعة السراغنة. محاولة خطيرة. كيدخل الحارس. محاولة خطيرة لفريق سعد قلعة السراغنة. يدخل كارابيلا. ركنية لصالح وداد قلعة السراغنة. كانت محاولة مرتدة خطيرة. كانت ربما كانت قريب تعطي نتيجة يعني مغيرة ضد يعني التيار ضد ما تتوقعه الجماهير الناظورية. كان قريب يعني هدف ضد مجرى اللاعب. هذا الشيء اللي ما بغيناه. كارابيلا كيدخل بسهولة. حكام كيوقف الكرة. الكرة يعني الكرة ما بغاتش تدخل اليوم. صفر ليميت ليه. كرة عند كارابيلا. كارابيلا غير يرفع كره طويله. فريق فتح النهضور غيحاول يضغط في الباب. ما تبقى من دقائق. يلا يا مروان. صراحه لاعبي فريق فتح النهضور يعني ما صار القمه يعني الكره الطويله. محاوله رضا ديوان. كاين لعابه في الفتح كيخدموا كاين الاخرين كيتفرجوا. رضا ديوان كيدير مجهود ولكن الاخر يعني تمر كره جميله ولكن حتى واحد ما مشى للكره. كنلعبوا الدقيقة 44. مروان جمال. مروان جمال.
علاش التمريرات الخاطئه يعني اللي يعني جوج اللاعبين ما مشات حتى عند شي واحد، يعني علاش ما نمرش امام رجل اللاعب؟ الحكم يعني كيضيف 4 دقائق كوقت بدل ضايع، يعني 4 دقائق اللي كنلعبوها كوقت بدل ضائع. كرة عند ميمون، ميمون طاهري، مجدي، مجدي مرديد، حمداني، حمداني كيرفع كرة طويلة، يلا يلا رضا، رضا كما ما كتوصلش واجد، جبريل ما كتوصلش الكرة، مجدي طاهري كيسترجع حمداني، لعب كرة ما فيها والو، حكم كيعلن الخطأ لصالح فريق قلعة السراب. كنلعبوا الدقيقة كما قلت كنلعبوا الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، حكم أضاف 4 دقائق كوقت إضافي. كرة كتخرج تماس صالح فريق وداد قلعة السراغنة، الماتش غادي للتعادل، غادي 0-0، بقات تقريبا 3 دقائق على نهاية المقابلة، تعادل سيلفي 0-2 بين فتح ناظور وداد قلعة السراغنة. كرة في يد الحارس كارابيلا، كارابيلا غيرفع كرة طويلة، يلا يا جمال، يلا يا جمال، جمال مروان، يلا جمال مروان كيتوغل، جيب شي حاجة يا جمال، ركنية، جمال مروان بغى الركنية، خلى الكرة تخرج، كانت الكرة في رجليه خلاها تخرج، بغى الركنية. الحكم كيستعطي قلعة السراغنة ضربة مرمى، الحكم قال لمروان بالله انت اللي خرجتيه. قد 2 دقائق على نهاية المباراة، كرة ضربة مرمى لصالح فريق وداد قلعة السراغنة. مجدي، مجدي الطاهري، لاعب وسط لاعب صراحة فريق الناظور، يعني يعني فتح الناظور خصو لاعبي في وسط الميدان صراحة، يعني خصو ميسترو في وسط الميدان، يعني طاهي يعني مجدي كيمر الطاهري، الطاهري خلى الكرة ومشى، يعني الكرة كتكون لصالح فتح الناظور، اللاعبين ما كيركزوش باش يبنيو الهجمة بطريقة يعني هادئة باش يخلقوا بها فرصة. واه التقدير بقات دقيقة على نهاية المباراة، دقيقة على نهاية المباراة، دقيقة على نهاية المباراة، مرديد كيدخل كتمشي لكارابيلا، ربما غنشوفوا آخر محاولة لفريق فتح الناظور، كارابيلا لاعبي ديال فتح الناظور طالعين، كلشي طلع، يلا مروان جمال روح، تماس دغيا، تماس اخر محاولة، قد ثواني فقط وغي على الحكم على نهاية المباراة، قد تنفذ بوبوح، طاهري، طاهري هز كرة ما كيتمكنش منها جمال مروان، وفي هاد الأثناء الحكم، الحكم كيعلن على نهاية المباراة، الحكم كيعلن على نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-2 بين فريق فتح الناظور وقلعة السراغنة. إذا متابعين سبحان سبورت ناظور، شكارك نيوم مارة المتابعة من النقل المباشر زي ملعب باش مولاي رشيد زيد الدين تو عاروي، نتمنى إن شاء الله كنا كيوم المرقى ديشان اللايف النغني ديشان المقابلة النغني إن شاء الله. إلى اللقاء.